أن تطير بسرعة 3.2 سرعة الصوت، فهذا يعني أنك تقطع أكثر من كيلومتر في الثانية الواحدة. هذا ما يحدث عندما تكون على متن الأعجوبة الهندسية الطائرة SR-71 لفرد. طائرة تجسس بعيدة المدى قادرة على الطيران على ارتفاع 26 كيلومتراً فوق سطح الكوكب، على ارتفاع عالٍ بحيث يمكن للطيارين رؤية استدارة الأرض واللون الأسود الداكن للفضاء من قمرة القيادة. لقد طارت بسرعة كبيرة لدرجة أن المهندسين اضطروا إلى تطوير مواد وتصميمات جديدة تماماً لتخفيف وتبديد الحرارة الناتجة عن احتكاكها مع الهواء. كانت هناك حاجة إلى محركات فريدة تماماً لتعمل من الصفر حتى ماخ 3.2 للتعامل مع عدد لا يحصى من المشاكل. أول طائرة طورت فيها تكنولوجيا ستيلث، أي التخفي من الرادار، فهي تشتت 90% من الموجات الرادارية. لكنها لا تعتمد على ذلك فقط، فعندما تكتشف صاروخ أرض جو، يكون ردها ببساطة هو تغيير المسار والسرعة، على الرغم من أن الصواريخ ذات سرعة أعلى، إلا أنها لا تتمكن من تحديث إحداثيات الهدف بسبب السرعة والقدرة على المناورة التي تستطيع القيام بها بلاك بيرد، فتنفجر من تلقاء نفسها. أما محرك الطائرة فهو أبدع ما فيها، فهو محركين مدمجين في محرك واحد. الأول توربيني يحلق بالطائرة من صفر حتى يتخطى حاجز الصوت، عندها يعمل المحرك التضابطي الذي يطير بها حتى سرعتها القصوى. لكن الشيء الخيالي في SR-71 هو أنه كان بإمكان المهندسين الحصول على المزيد من الدفع من هذا المحرك لزيادة السرعة، بحيث تصل إلى 5 أضعاف سرعة الصوت، ولكن لماذا توقفوا عند سرعة 3.2؟ كانت الطائرة على سرعتها تلك 59% من وزنها وقود، كانت تزن حوالي 25 طن فارغة و60 طن معبأة، كل ذلك لتغذية محركاتها العملاقة، وكانت تحتاج إلى التزود بالوقود في الطلعات البعيدة، ففي رحلاتها التي تتخطى 10,000 كيلومتر تحتاج للتزود بالوقود 5 مرات من الجو. الطائرة ليس بها خزان وقود، بل تم تصميمها على أن تكون كل الفراغات في هيكلها تعمل كخزان، فالخزان المعدني ثقيل لا يتناسب مع سرعتها العالية، والخزان من لدائن البلاستيك يذوب من فرط الحرارة أثناء الطيران. يكفي أن تعلم أن جسم الطائرة المصنوع من التيتانيوم كانت تصل درجة حرارته إلى 300 درجة مئوية في المقدمة، وأقل بقليل من 700 درجة عند شفرات المحرك الخلفية، مما يعني أنها جمرة تطير في الهواء. لقد تم استحداث وقود خاص بها، وكان مثالياً لدرجة أنه ثقيلاً لا يشتعل حتى لو ألقيت فيه سيجارة مشتعلة، فكان يبرد جسم الطائرة التي ينتشر فيها حتى ترتفع حرارته، فيتم بعدها حقنه في المحرك ساخناً جاهزاً لبدء دورة الاشتعال. بعد 50 عاماً هو عمرها، ما زالت الطائرة المأهولة الأسرع في العالم، لكن مع تقدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية قلت الحاجة إلى استخدامها في التجسس، وهو الوظيفة الأساسية للطائرة. كانت آخر رحلات الطائرة مع وكالة ناسا للفضاء، أحيلت بعدها للتقاعد، ويجري الآن العمل على النموذج الأحدث منها، وهي SR-72 بلاكبيرد بسرعة تصل إلى 6 أضعاف سرعة الصوت، ومن المقرر قيامها بأول طلعاتها في عام 2025، وسوف تكون بدون طيار. إذا أعجبكم الفيديو ادعمونا بالاشتراك والإعجاب بالقناة.